Assalamualaikum dan selamat malam. Pada malam ini, kita akan sama-sama mengikuti bacaan bertadarus sumbangan dari Lembaga Amanah Kebajikan Al-Hidayah Islamic Information Center Kuching, Sarawak. Bacaan pada malam ini akan diketuai oleh Ustaz Haji Nizam Abdullah, dan pembaca-pembaca yang akan melantunkan suara pada malam ini ialah Puan Suraya Abdullah, Puan Mazlin Muhammad Helfi, Puan Juita Busman, Puan Saadiah Abdullah, Encik Muhammad Abdullah, Adik Muhammad Irfan Ashraf Ismail, Puan Nurashikin Abdul Hadi, Puan Nurul Zarina Abdullah, Puan Nur Farhana Abdullah, Puan Kartini Samir, Haji Muhammad Nawawi Muhammad Kobel, Cik Nurul Idayu. Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta iza ataya akhla qaryatin istatma ama akhlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تقبل الله منا ومنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَكَبَّرْ يَا كَرِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئات ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه قال أما من ظلم فسوف نعذبه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله أجر جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تعلو على قوم لا نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا تقبل الله منا ومن الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى
إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ومأجوج ومفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون تطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات أنتم قد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه تقبل الله منا ومنكم
منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتأن الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا رأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وهنانا من لدنا وذكرى. وبرًا بوالديه ولم يكن بغي جبارًا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم
ويوم يبعثوا حيا واذكر في الكتاب بمريم إذ انتبذت من أهلها مكانا صرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليه هاروحنا فتمصل لها بسرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تقبل الله منا ومنكم تبارك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا فهملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المقاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا تقبل الله منا ومنكم تكبر يا كريم فكلي واشربي وقري أينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم يا تبارك يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت والسلام علي يوم والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان للأن يتخذ من ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من تَهِزَ مِنْ وَلَد سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِن بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين تقبل الله منا ومنكم أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في خفلة وهم لا يؤمنون الله 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 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان ست صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسى فلما
اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى تقبل الله منا ومنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا تقبل الله منا ومنكم ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا تقبل الله منا ومنكم تكبر يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي نبيين من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح مع نوح ومن ذرية يتي إبراهيم
وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات أدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا تقبل الله منا ومنكم تقبل صدق الله العظيم. Alhamdulillah, maka selesailah sudah bacaan sumbangan dari Lembaga Amanah Kebajikan Al-Hidayah IIC Kuching Sarawak. Terima kasih kita ucapkan kepada para-para pembaca yang diketuai oleh Ustaz Haji Nizam Abdullah, Puan Suraya Abdullah, Puan Mazlin Muhammad Helfi, Puan Juita Busman, Puan Saadiah Abdullah, Encik Muhammad Abdullah, Encik Muhammad Irfan Ashraf Ismail, Puan Rashikin Abdul Hadi, Puan Nurul Zarina Abdullah, Puan Nur Farhana Abdullah, Puan Kartini Samir, Haji Muhammad Nawawi Muhammad Qobil, Cik Nurul Idayu. Tidak ketinggalan, kita ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada unit saran luar yang turut menjayakan siaran kita pada malam ini, terdiri daripada Hussein Shoini, Wong Chun Chan dan Holimina Anak Robo. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan salam Ramadan.